السلام عليكم، معكم سامي. هاتف جديد من ريلمي يأتي باسم ريلمي 6، يأتي بمواصفات قوية وسعر اقتصادي منافس، فنتعرف على المواصفات والمميزات والسعر والعيوب، فتابعوا معي. علامات التصميم: من البلاستيك اللامع بالكامل مع وزن 191 جرام مع سمك 8.9 ميلي، شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 انش وبجودة الفول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 405 بكسل لكل انش، والكاميرا الأمامية تأتي بثقب أعلى يسار الشاشة. شاشة تأتي بالأبعاد 20:9، كما تستحوذ بنسبة 90.5% على الهاتف مع دعم الهاتف لخاصية 90 هرتز وخاصية الدارك مود مع وجود حماية من الجيل الثالث على الشاشة من نوع غوريلا جلاس. يوجد نسختين من الذاكرة والرام. النسخة الأولى تأتي 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلي مع 4 جيجا بايت رام، والنسخة الثانية أيضا 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلي مع 8 جيجا بايت رام. الهاتف يدعم تركيب كرت ذاكرة خارجي بمنفذ مستقل عن الشريحتين. المعالج موجود في الهاتف من شركة ميديا تيك، يأتي باسم هيليو G90T بتقنية تصنيع 12 نانو متر مع معالج رسومي من نوع مالي G76MC4، ويقدم المعالج أداء قوي جدا وسلس في الألعاب مع أداء سريع وسلس أيضا في الاستخدام الهاتف في المهام اليومية كفتح التطبيقات. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، وهي تأتي بثقب كما ذكرنا في أعلى يسار الشاشة. الكاميرا الخلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، وهي الكاميرا الأساسية. والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.3، وهي للتصوير الواسع الألترا وايد. والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالماكرو. والكاميرا الرابعة أيضا بدقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالعزل مع الكاميرا فلاش أحادي. تدعم الكاميرا الخلفية التصوير بعدة مميزات يمكنك اكتشافها بتطبيق الكاميرا مع تصوير الفيديو حتى جودة 4K ب30 إطار في الثانية. يدعم الهاتف تركيب شريحتين ذاكرة ويدعم الاتصالات حتى الجيل الرابع بكل كفاءة وسلاسة. البصمة الموجودة في الهاتف مدمجة بزر الباور، كما يمكنك استخدام خاصية فتح القفل عن طريق التعرف على الوجه، والبصمة في هذا الهاتف أداءها سريع وسلس. الهاتف فيه مستشعر التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب. البلوتوث بهذا الهاتف من النوع الخامس مع وجود منفذ 3.5 ميلي لسماعات الأذن أو المايك الخارجي، وأيضا الهاتف فيه راديو. منفذ اليو اس بي بهذا الهاتف يأتي من نوع الأحدث تايب سي مع دعم الهاتف لخاصية الأو تي جي لتركيب أي جهاز يو اس بي في الهاتف. البطارية 4300 ملي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط. نظام التشغيل موجود بالهاتف أندرويد 10 مع واجهة ريلمي الخاصة ريلمي يو آي. الهاتف متوفر بلونين، الأزرق والمتدرج واللون الأبيض. مميزات ريلمي 6 وهي كتيرة، ومنها شاشة إنه كبيرة وما فيها نوتش ودقة ممتازة، معالج قوي وبيخليك تشغل ببجي أو اسفلت أو كول أوف ديوتي بأعلى دقة وبسلاسة، وحتى مع التطبيقات بقدم لك تجربة. صح انه من شركة ميديا تك، لكنه المعالج قوي جدا، وهذا نفس المعالج الموجود في شاومي ريدمي نوت 8 برو. الكاميرات الخلفية تقدم صور ممتازة بكافة اوضاع الاضاءة مع وجود خاصيات كثيرة بتطبيق الكاميرا. وايضا من الميزات ان الهاتف يدعم الشحن السريع، وايضا يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، والشاحن السريع موجود في العلبة فلا داعي لانه تشتريه من برا. وايضا من المميزات ان الهاتف يدعم شريحتين وكرت بنفس الوقت، ومن الميزات انه اقل نسخة منه اجت بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت. وبريلمي 6 هي قليلة كتير، بس لازم نذكرها شو هي. بس التصميم اتى من البلاستيك، صح انه بلاستيك لامع لكنه بلاستيك وما بيعطيك احساس الفخامة، وسهل انه ينخدش، بس يعني بالنهاية كلنا عم نحط كفر او جراب مثل ما بتسموه للهاتف، وما بيعود بيبان يعني لا الازاز ولا المعدن ولا البلاستيك، بس
يظل يعني انه هذا هاتف بلاستيك، يعني ما فيها لمسة الفخامة والغلاء. وايضا من العيوب انه الكاميرا الامامية صورة عادية جدا، يعني مو كتير يعني لمحبين السيلفي لازم تفكر مرتين قبل ما تشتري جوال كاميرته الامامية ثقب ما راح تكون كتير حلوة. يعني هي مو عيوب كثيرة يعني، انه بس انه الجهاز ما في لمبة اشعارات، وايضا انه ما في ميكروفون لعزل الضجيج. نأتي للسؤال الاهم، هل هاتف ريلمي 6 يستحق الشراء؟ هلا برأيي الشخصي طبعا انه يستحق الشراء، لانه الجهاز بيقدم مواصفات كثيرة بالنسبة لسعره، وايضا مع عيوبه قليلة جدا. قدم لك شاشة رائعة كبيرة دقتها ممتازة بتدعم 90 هرتز، ايضا الهاتف بيدعم الكاميرات الخلفية من دقة 64 ميجا بكسل، اربع كاميرات بيصور 4K، المعالج موجود قوي، يعني المعالج الكاميرا الشاشة كل هاي الامور تعتبر مميزات تخليك تشتري الهاتف بسعر الاقتصادي. وانا هلا رح احط لكم سعر النسختين السعر العالمي طبعا، وانتو اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات اذا شفتوا انه هذا الجوال خرج ينشرى او لا. وبتمنى انكم تشتركوا بالقناة وتدعموني باللايك، ودمتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب.